بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة الحقيقة يتعرض لها كثير جدا من المسلمين أثناء الصلاة، وأنا شخصيا يعني أعيتني هذه المشكلة ولم أجد لها إلا حل واحد، سبحان الله. عندما تبدأ بالصلاة سبحان الله تبدأ الأفكار تتوارد على ذهنك. إذا كنت تاجر تبدأ حساباتك التي تتعلق بالتجارة، إذا كنت مثلا تنوي فعل شيء ما تبدأ تفكر ماذا ستفعل، وساوس وأفكار تشغلك عن الصلاة. فتجد أن الإنسان الذي ينشغل عن الصلاة أثناء الصلاة ينسى كم ركعة صلى، فيضطر لأن يصلي أكثر أو أقل ويسجد سجود السهو، وهو سجدتين كما تعلمون. طيب ما هو الحل أيها الأحبة؟ الحقيقة هذا الموضوع حاولت كثيرا حتى وجدت أن العلاج في حديث نبوي محكم. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة نفسية أثناء الصلاة. حالتك النفسية كيف ينبغي أن تكون وأنت تصلي؟ هذا هو السؤال. أنت عندما تقف للصلاة لديك مشاغل سابقة ولديك أشياء ستعملها، يبدأ دماغك يفكر بهذه الأشياء. لماذا؟ دققوا أيها الأحبة. لأنك تقف بين يدي الله في هذه الصلاة ودماغك يفكر في الدنيا، في مشاكل الدنيا التي تحيط بك. النبي أعطانا تقنية رائعة للتخلص من هذه الحالة وعلاج النسيان نهائيا. قال عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع. ما معنى مودع؟ أي مودع لهذه الدنيا، أي تخيل نفسك أن هذه آخر صلاة ستصليها من الدنيا ثم تغادر إلى الله سبحانه وتعالى. الحقيقة هذا التخيل صعب بالنسبة للكثير منا. لماذا؟ لأننا بفطرتنا نكره الموت. عندما تصلي صلاة مودع أي تخيل نفسك أنك ستموت بعد هذه الصلاة، أن هذه الصلاة ستكون آخر عمل تقوم به من الدنيا، تختم أعمالك بهذه الصلاة. وبالتالي فإن الحالة النفسية لك سيكون لها شكل مختلف. أحدنا عندما يكون على فراش الموت فإن كل تفكيره سيكون ماذا سيجد بعد الموت. ينقطع تفكيره عن الدنيا ومشاغل الدنيا، لم يعد يهتم بشيء. عندما يدرك أن الموت قريب الإنسان لا يهتم بأي شيء يتعلق بالدنيا. وبالتالي أيها الأحبة هذا الأمر درسه العلماء في الخارج وأجروا الدراسة على أناس يفكرون بالموت أثناء عمل ما. طلب منهم أن يتخيل نفسه أن هذا العمل سيكون آخر عمل ينجزه في حياته. النتيجة كانت مذهلة، أن كل الذين شاركوا في هذه التجربة أعطوا أفضل أداء لهم عندما فكروا بالموت وفكروا أن هذا آخر عمل سيقومون به في حياتهم. لذلك أيها الأحبة إذا أردت أن تتخلص من التفكير والانشغال عن القرآن ومعاني القرآن والخشوع لله عز وجل أثناء الصلاة، بكل بساطة بمجرد أن وقفت للصلاة مباشرة تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع. إذن أحبتي في الله، الخطوة الأولى مجرد أنك وقفت بين يدي الله ينبغي أن تتخيل أنك تقف بين يدي خالق الكون، هذا الإله العظيم أنت تقف بين يديه. تخيل أنك تقف بين يدي ملك أو رئيس أو شخص كبير.
كيف سيكون وضعك؟ فكيف بك إذا وقفت بين يدي الملك مالك الملك سبحانه وتعالى؟ يجب أن تتخيل ذلك، ثم تتخيل أن هذه الصلاة من الممكن أن تكون آخر صلاة لك، وهذا الأمر منطقي أيها الأحبة، لأن الإنسان لا يدري متى يأتي أجله. الله تعالى يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت لا تعلم متى الموت أو متى ينتهي أجلك. تخيل أنك تقف في هذه الصلاة، الوقوف الأخير بين يدي الله لك من الدنيا، بماذا ستفكر؟ دققوا معي أيها الأحبة. عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم تجد نفسك تتذكر رحمة الله، فتطلب في قلبك أن يرحمك الله يوم الموت. الحمد لله رب العالمين، تتذكر هذا الإله العظيم رب الكون رب العالمين أنك تحمده لكي يتم نعمته عليك، لكي يحسن ختامك. ثم تقول الرحمن الرحيم، وأنت تتخيل أن هذا الإله أرحم مما تتصور. لو بلغت ذنوبك يا ابن آدم عنان السماء كأمثال الجبال، الله يغفرها ولا يبالي ما دمت تقول أستغفر الله العظيم. مالك يوم الدين، هذه الآية تجعلك تستصغر كل الكون، يصبح الكون مثل ذرة بنظرك، لأن الله هو مالك ذلك اليوم. إذا ظلمك أحد الله سيعيد لك حقك، إذا آذاك أحد في هذه الدنيا الله تعالى في ذلك اليوم سيعيد لك هذا الحق ويعطيك أضعاف مضاعفة إذا تسامحت. اهدنا الصراط المستقيم، تتخيل أن الله عز وجل يريد لك الهداية، وأنت بالفعل تطلب أن يهديك طريقا مستقيما وصراطا سويا يوصلك إلى الجنة. فتتخيل وكأنك عندما تموت ستتلقاك الملائكة، لأنك تسير على هذا الصراط المستقيم، لأن الله يستجيب دعائك. صراط الذين أنعمت عليهم، تتذكر الصالحين، تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام، آل بيت النبي، تتذكر الأنبياء الكرام، سيرة هؤلاء الصالحين لتقتدي بهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تستعيذ بالله من شر من غضب عليهم ومن شر من ضلوا عن طريقه عز وجل. ثم أحبتي في الله، مثلا عندما تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه شهادة منك أن هذا القرآن لا ريب فيه، تقر أن كتاب الله لا شك فيه. هذه الآية تثبتك على الحق، تزيل عنك الشبهات والوساوس، هدى للمتقين، تقول هل أنا من هؤلاء المتقين؟ وعندما تقرأ قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، تتذكر أن إقامتك للصلاة هذه إحدى صفات المتقين، وتحرك في دماغك معنى المتقين. من هم المتقون؟ إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تتذكر أن المتقين في جنات وعيون، تتذكر هذه الآيات وتدعو الله في قلبك طبعا أن تكون منهم. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يقينك بالآخرة سيزيل عنك كل هموم الدنيا، كل هذه المشاغل التي تشغلك ستنتهي بمجرد أن تستيقن أن هناك يوم حساب، يوم سيكرمك الله فيه كثيرا ويرد لك كل مظلمة. كل إنسان أساء لك ولو بكلمة ستأخذ حقك كاملا، لا تظن أن القضية يعني عشوائية.
ثم تختم هذا النص: أولئك على هدى من ربهم. عدنا لكلمة الهدى، يعني انظروا في الفاتحة اهدنا، ثم في البقرة هدى للمتقين، ثم ختم النص: أولئك على هدى. يعني تشعر أنك بهذه الصلاة أنك مهتدي، أنك على طريق مستقيم. أولئك على هدى من ربهم، الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى، وأولئك هم المفلحون. ختم هذا النص بالفلاح أو النجاح. إذن هذه الصلاة أصبح فيها خشوع، لأن الله تعالى مدح أولئك الذين قال في حقهم: قد أفلح المؤمنون. ما هي صفات الإيمان؟ كيف تكون مؤمنا؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. كأن الله يقول لك: إذا لم تخشع في صلاتك لم يكتمل إيمانك بعد. لا يكتمل الإيمان إلا بالخشوع أثناء الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. حققت الخشوع والتدبر، لأن الله أمرنا، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وحققت التفكر بالله، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وحققت أيضا اليقين بالله، وبالتالي أوتوماتيكيا ابتعدت عن النسيان وعن مشاغل الدنيا وعن وساوس الشيطان. حتى الذي يعاني من وسواس قهري أحيانا أثناء الصلاة يستطيع أن يتخلص منه باتباع هذه الخطوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الخشوع في صلاتنا، وأن نكون بالفعل من هؤلاء المتقين الذين مدحهم الله في كتابه وقال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.